حياته مش غلط ان الواحد يعرف اللي عنده. السيد المسيح لو المجد نفسه لما جه على معجزه اشباع الجموع علشان ياكل الناس وقالوا له ده احنا عندنا مشكله، فقال لهم اجلسوهم فرق فرق كام كام؟ 50 50. ليه؟ عشان يتعرف العدد، وعرفوا ان هم 5000 من المجموعات الخمسينات اللي كانت محدوده، المجموعه 50 وهم 100 مجموعه. إذن فكرة التعداد في حد ذاتها مش غلط. أيضا التعداد كان بيفيد في حاجات، يفيد إن الواحد يعرف العشور المالية المفروض تكون قد إيه عشان الخدمة الخيمة تعرف الدخل اللي ممكن تصرف منه قد إيه. وكان ربنا بيطلب بس مش عشور أو يعني مش تعداد بس الإنسان، وساعات الحيوانات عشان يتعرف الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة والذبائح وكل الكلام ده كله. لكن داود الملك قبل نياحته على طول عد الشعب، ويقول كده في سفر صمويل، ناخد من الآية رقم 3، لما أراد داود أن يعد الشعب فقال يؤاب للملك: ليزد الرب إلهك الشعب أمثاله 100 ضعف، وعين سيد الملك ناظرتان. لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر؟ يؤاب ما كانش عاوز داود يعد الشعب، لأن داود النبي كان عاوز يعد الشعب ليه في الوقت ده؟ في بداية مملكة داود كان مملوك داود بيعتمد على ربنا خالص بقوته. يوم لما دخل يحارب جليات قال كده الجليات: ليس لي سيف ولا رمح لكن إيه؟ باسم الرب إلهي. فكان معتمد على الرب، حتى يقول في المزمور: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع. ساعات الواحد في بداية شغله يبقى خايف قوي وحاسس انه اقل من الشغل، فيبتدي يمسك في مين؟ في ربنا. في بدايه حياته الزوجيه يبقى حاسس ان هو اقل بكتير او اقل من انه يتحمل كل هذه المسؤوليه، حياه جديده واطفال وتربيه ووي، فيبتدي يطلب مين؟ ربنا. ممكن في بدايه الخدمه تلاقي الواحد محتاج لربنا ويبتدي يطلب لربنا. ده اللي حصل مع داود الملك في بدايه حياته. لكن مع نهايه حياته ساعات الواحد يجي بقى لما يبتدي يعتمد على نفسه يبتدي ينسى نعمة ربنا. الله يناح نفسه البابا شنودة مرة حكى حكاية، بيقول لما كان صغير ويروح ياخد الأوتوبيس، زمان ما كانش فيه أوتوبيسات تقدر تروح لحد الريست هاوس القديرة، فقال لما كنت ألاقي أوتوبيس مجرد ما أسيب القاهرة وأركب الأوتوبيس اللي رايح الريست هاوس اللي هيروح للدير كنت أستشعر بحضور ربنا، وأقعد طول الأوتوبيس حاسس إن أنا قاعد قصاد ربنا، عشان الأوتوبيس ده هياخدني يوديني الريست، والريست همشي منه لغاية ما أوصل الدير. بعد حبة لما ابتديت أروح الدير ابتدى الشعور ده ما يجيليش وأنا في الأوتوبيس، ما يجيليش غير لما أنزل من الأوتوبيس وابتدي أمشي عشان أروح الدير. بعد حبة ابتدى الشعور بتاع مخافة ربنا حضور ربنا ده ما يجيليش غير فين؟ لما أقرب من الدير. يقول وبعدين اترهبنت وعشت في الدير، وبعدين الشعور ده ما بقاش يجي لي غير جوه الكنيسة، وبعد حبة ما بقاش يجي لي غير جوه الهيكل، وبعد حبة بقيت ممكن أقف جوه الكنيسة فترات طويلة وما عنديش الشعور ده خالص، لغاية ما في يوم من الأيام كان بيزور الزوار، يعني بيرشد الزوار، فلقى واحد جاي وبيركع على باب الدير وبيبوس البوابة بتاعت الدير، فبيقول قلت يا أهو ده نظير جيد من حوالي 20 سنة. أقصد أقول إن الواحد، وسيدنا حكى الحكاية دي عايز يقول إيه، الواحد ساعات في البدايات بيبقى عنده اتكال على ربنا، لكن بعد كده هو ممكن الاتكال ده يقل ويبتدي يعتمد على مين؟ يعتمد على نفسه. عشان كده داود ابتدى يعتمد أنا عاوز أعرف عدد الشعب ليه؟ علشان أشوف معايا كم ألف جندي، قواتي قد إيه، عشان أشوف الشعب المفروض يدفع ضرائب قد إيه، أشوف دخلي قد إيه. ده مش غلط، بس داود ابتدى يفكر في الكلام ده كله عشان يبتدي يحسب إيه، يحسب قوته قد إيه. ولأنه كان في نهاية حياته ساعات الواحد يجي على نفسه لكن ما يحبش يجي على أولاده، فهو عاوز يطمن إن أولاده أمورهم إيه، مستقرة، سايب لهم دخل وسايب لهم مملكة مستقرة. المهم ان يؤاب قال له ما بلاش الموضوع ده، لكن داود الملك اصر انه لازم يعد الشعب.
جاب له التعداد وقال له احنا عدينا الشعب وادي التعداد. في الآية رقم 10 بيقول في الإصحاح 24 من صمويل الثاني: وضرب داود قلبه بعدما عدى الشعب، فقال داود للرب: قد أخطأت جدا فيما فعلت. فده داود بعد ما شاف الموضوع ده قلبه كان طيب، رجع على طول وندم، قال أنا إيه اللي عملته ده؟ فرق إيه لما يكون معايا جيش 100,000 ولا 10,000؟ ده ممكن 100,000 دول يروحوا في حرب واحدة. فرق إيه لما يكون معايا بيت كبير ولا بيت صغير؟ فرق إيه لما يكون معايا عربية كبيرة ولا عربية صغيرة؟ الكلام ده كله هيفرق إيه معايا ومع أولادي؟ فضرب داود قلبه وقال أنا أخطأت جدا فيما فعلت. ودي الجمال في داود النبي، إنه كان لما يغلط على طول يحصل له إيه؟ يرجع على طول. ومش العيب إن الواحد يغلط، بس العيب إن الواحد إيه؟ ما يرجعش، يستمر في الغلط. قديس بطرس الرسول غلط ويهوذا غلط، بس مين اللي رجع؟ بالرغم إن خطية القديس بطرس ممكن تكون أكبر بكتير، لأنه أنكر ومش مرة ده تلاتة وانفعل وجدف، لكن الشاطر مش مهم انت وقعت ليه، ربنا مش هيقول لي انت وقعت ليه، عارف ان احنا شويه تراب يعني انا عن نفسي شويه تراب، لكن هيقول لي طب يا حبيبي انت لما وقعت ما تبتش ليه. فداود كان جميل جدا، عشان كده لما نقول الانجيل يقول ان قلبه كان بحسب قلب الله، مش معناه انه ما يغلطش، بس معناه ان قلبه ايه؟ حساس، قلبه طيب، قلبه اول يراجع نفسه على طول يغير في تصرفاته لو شعر ان في تصرف عمل مش مظبوط. أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل اسم عبدك، أنا انحمقت جدا. قال له أنا بصراحة أنا غلطت بزيادة، أنا مش يعني مش عارف أقول لك إيه. فلما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي رأي داود قائلا. ربنا بعت رسالة لداود بعد ما اعترف وقال أنا غلطت، ودي تورينا إن الواحد عليه دور وربنا عليه دور. أنا الدور بتاعي ان انا اعترف اقول انا غلط. لما الواحد فعلا بيقول انا غلط يبتدي ربنا يفتح له طرق الحل، لكن طول ما الواحد بيكابر في الغلط وعمال يقاوح وعمال يبرر نفسه وعمال يطلع كل اللي حواليه هم اللي غلطانين ومش بيبص على نفسه، تلاقي طريق التوبة ما بيبانش. ربنا قال له ايه؟ تلاتة انا عارض عليك. ربنا ده طيب بزيادة، قال له انا يعني انت غلط، والغلط ده لازم ليه نتيجة، والغلط نتيجته مش بس انت اللي بتشيله، انت بتشيله واولادك بيشيلوا، وممكن الغفران يجي اكيد لما الواحد بيطلب الغفران بيجي، بس ربنا ممكن يغفر لكن يسيب نتيجة الخطية موجودة. زي مثلا واحد سرق وعقوبة السرقة السجن، فلما الواحد يقول يا رب اخطيت يبقى ايه اللي يحصل؟ ربنا بيغفر، ومعنى كده انه ما يبلغش على نفسه ما يخشش السجن؟ لا دي ملهاش دعوة بدي. افتكر الحكايه اللي انت عارفينها بتاع الاخ اللي اسمه مجدي، اللي هو كان في ايام المتناحه ابونا ميخائيل ابراهيم، وبعدين راح في مع مجموعه من الشباب كانوا اولاد كويسين، وبعدين ابتدى يبعد حبه في حبه في حبه عن الكنيسه لغايه ما مشوا في سكه بطاله يعني. وبعدين وهم ماشيين في السكه دي ابتدوا يسرقوا، وابتدوا عشان وقعوا في موضوع المخدرات فابتدوا يسرقوا يكسروا محلات ويسرقوا. مره عدت وتانيه عدت والتالته عدت، والشباب بيشجعوا بعضهم في الحاجات دي، وجه في مرة بيكسروا محل قام واحد من يظهر مات أو حاجة زي كده، ما كانش هو يعني فيه، وكان بقى في وسط الحاجات دي مرة في مرة. المهم في مرة كسروا محل ويظهر البوليس قبض عليهم المجموعة دي، فأبونا عرف بابا الشاب ده راح لأبونا قال له ده الولد في الاسم وكده هو وطلبك عاوزك. الولد لما دخل في الاسم زي ما تقول ايه يعني كش وعايز يتوب يعني، فراح لابونا، ابونا راح له ايه يا ابني في ايه وما تقلقش وربنا معاك وكده، قال له لا انا مش قلقان من القضيه دي، بس انا عملت وعملت وعملت وعملت. القضيه دي كان عقوبتها يعني لما اعترف على نفسه شهور او سنين بسيطه سجن، لكن لما اعترف ابونا قال له الله يغفر ليك، بس لازم حق الأرض وحق اللي ماتوا وحق اللي حصل ده لازم برضو ده تعترف به. قال له بس أنا لو اعترفت مش هتبقى شهر ولا اتنين، ده ممكن تخش في إيه؟ في إعدام. قال له يعني اللي أنت عاوزه قصادك الحياة قصادك الموت، أنا بقول لك الصح وأنت عامل اللي أنت عاوزه. الولد وقف قصاد وكيل النيابة المجموعة،
كله في موقف زي كده بيحاول يغير في الأقوال ويحاول يعدل فيها عشان يجيب لنفسه أقل حكم، وممكن المحامي يقول له كده وحاجات زي كده. ففوجئوا بعد ما عملوا كده إن مجدي بيقول للقاضي أنا عاوز أعترف على حاجة. قال له إيه؟ قال له لا أنا مش هقول بقى على دي، لا ده أنا عملنا وعملنا وعملنا وأنا موت وعملت. الناس ما بقوش مصدقين. القاضي يقول له يا ابني أنت في وعيك؟ إيه اللي بتقوله؟ أنت عارف اللي بتقوله ده بيعمل إيه؟ قال له يعمل اللي يعمله، المهم إن إيه؟ نفس القلب الطيب ده، أنا أخطأت إلى الله. طب والعقوبة ناخدها؟ ما الخطأ ليه عقوبة، إيه المشكلة؟ وكانت النتيجة إن هو اتحكم عليه فعلاً، أعادوا المحاكمة واتحكم عليه بالإعدام، واتصدق على الحكم. وفي الفترة اللي قعدها في السجن قبل تنفيذ الحكم فيه، كان بقى زي ما أنتوا معرفش لو يمكن تلاقوا القصة دي اتعملت فيلم وموجودة على اليوتيوب وموجودة في بسهولة تقدروا تلاقوها على الإنترنت يعني. جايبينه في السجن كان كل اللي عنده مشكله يروح الزنزانه بتاعته علشان يصلي له وعلشان يدي له سلام، والضباط كان اللي عندهم مشاكل يا مجد صلينا. وقرا الانجيل وكان جميل، ويوم الاعدام بتاعه جه ابونا حضر وناوله، وانسان يعني احتمل ونتيجه الخطا اللي عمله. فاقصد اقول انها من علامات التوبه ان الواحد يحتمل العقاب. زي زكا ما كان ممكن يقول لربنا اللي فات مات ونبتدي من دلوقتي، لكن قال له لا ده اللي فات احنا ظالمين فيه ناس، علشان كده هو ان وشيته باحد سارد ليه ايه 4 أضعاف، ونص اللي عندي حدي للفقراء لان انا ما اخذ. لما الانسان بيحاول يشوف اللي فات ويحاول يصلحه على قد ما يقدر، ربنا بيفتح له اكتر، تلاقي القلب يبقى حساس اكتر، وتلاقي روح الله ينقي الانسان اكتر. لكن لو الانسان ابتدى يعدي يعدي يعدي، تلاقي القلب الحساس ده بعد عنك زي ما يكون بيتخدر، فتلاقي الحاجتين ماشيين مع بعض، يتناول يوم الحد الصبحية وبقية الأسبوع ماشي في السكة بتاعته، والاتنين يمشوا مع بعض. عشان كده معلمنا داود نفسه يقول كده القلب المنكسر والمتواضع لا إيه؟ لا يرذله الله. المهم ربنا قال له اختار ثلاث حاجات، يا إما 7 سنين جوع في أرضك، يا 3 شهور تهرب أمام أعدائك، يا إما 3 أيام يكون وباء في أرضك. الكلمة اللي عاوزين نتكلم عليها في الدقائق اللي باقية، داود كان ممكن يختار، وكان ممكن يقول خلاص اعمل لي كذا، وربنا كان هيسمع اللي اختاره كان هيعمله، لكن داود قال لجد إيه؟ قد ضاق بي الأمر جدا، يعني أنا متضايق جدا من اللي حصل، ومش عارف اعمل ايه مع ربنا ولا مع العقاب اللي جاي ده. فلنسقط في يد الرب لان مراحمه كثيره، ولا اسقط في يد انسان. قال له لو هي بقى كده لازم ناخد عقاب، يبقى اقع في يد الله ولا اقع في يد ايه؟ ولا اقع في يد انسان، اقع في يد الله. نسقط في يد الرب لان مراحم الرب كثيره، ولا اسقط في يد انسان. هو دي الحقيقة الآية الجميلة اللي عاوزين كلنا نفكر فيها، أسقط في يد الله أو أقع في يد الله ولا أقع في يد إيه؟ إنسان. ليه؟ لأن الله مراحمه كثيرة، الله مراحمه كثيرة. إيه كلمة مراحم؟ كلمة مراحم جاية من كلمة رحم بتاع الأم، اللي الأم بتحتوي فيه طفلها وتديله الغذاء وتديله الأكل وتكبره وتحميه، تديله الرعاية النمو. فكلمة مراحم الله إن الإنسان يعيش في هذه المراحم، مراحم الله بتستره وبتقومه بيعدي فيها. الإنسان لما بيقع في إيد أخوه ربنا ما يوريكوا إيه اللي يحصل، لكن الإنسان لما يقع في إيد الله مراحم الله إيه؟ مراحم الله كثيرة. كمثال كده مثلا قايين وهابيل. هابيل يقول عنه الكتاب إنه كان بار. هابيل لما وقع في ايد اخوه عمل فيه ايه؟ يقول لك قام عليه وهو في الحقل وعمل فيه ايه؟ قتله. لدرجه مش بس كده، لما ربنا يعني قايين قلبه ما كلوش لما اخوه مات، وما تابش وما رجعش يقول زي داود كده لا ده مشى الامور زي ما هي، ده ربنا اللي راح له قال له فين اخوك، مش يقول بقى ربنا قال لي احاول اتوب ولا غير، راح يتكلم مع ربنا باسلوب صعب قوي يقول له ايه
أحارس أنا لأخي؟ يعني أنا مالي وماله؟ قال له صوت أخوك صارخ إلي من الأرض. الإنسان لما يقع في إيد أخوه بعد عنك ممكن ما يرحمهوش. مرة السيد المسيح له المجد قال مثل، قال واحد ملك كان عنده عبيد، وفي عبد كان عليه 10 وزنات، وهذا العبد اللي عليه 10 وزنات مش عارف يسددهم، فقال لهم طب بعوه، بعوه هو وأسرته. فجه العبد ده أمام الملك يترجاه ويقول له من أجلي، من أجل ولادي، من أجل زوجتي، ارحمني. فصعب على الملك. هو العبد ده كان جاي يطلب من الملك أنه يأجل الدفع، اديني فرصة. أما الملك لأن مراحمه كثيرة فراح عمل فيه إيه؟ قال له مش تأجل، خلاص يا عم. صعب عليه. قال الملك ما استحملش أن واحد بيطلب منه، قال له أنا مش عايز منك حاجة. هذا العبد لما طلع من عند الملك، كان مديون، أنا آسف، مديون بألف وزنة. لما طلع من عند الملك لقى العبد زميله اللي مديون له ب10، فراح قال له إيه؟ قال له اديني اللي عليك. ولما طلب منه الرحمة لم يرحمه، لم يرحمه. فمراحم الله كثيرة. كمثال للإنسان برضو اللي ممكن يتعب أخوه، يعقوب وعيسو. يعقوب كان خايف جدا من أخوه جدا. لو هو راجع لما تشوفه الكتاب المقدس بيحكي إيه، ما تصدقش إن ممكن أخ يخاف من أخوه الخوف ده. يقول إيه؟ صرخ يعقوب إلى الله وقال له نجيني من يد أخي. بيكلم ربنا بيقول له نجيني من يد مين؟ نجيني من يد أخي لأني خائف منه، أنا خائف منه أنه يأتي ويضربني الأم مع البنين. يعني لأخويا ده لو وقعت في إيده هيضربني أنا، ويضرب الأمهات دول، ويضرب الأطفال. ليه؟ لأن الله مراحمه كثيرة. أما الأخ أقع في يد الله ولا أقع في يد مين؟ ولا أقع في يد إنسان. لدرجة أن داود ابتدى، آسف، يعقوب ابتدى يتحنن ويحنن قلب أخوه، يبعت قبليه هدايا ويقول لهم حننوا وجه أخوي. لما شافه ركع على الأرض وسجد، حط وشه في التراب قصاد أخوه 7 مرات، لأنه كان يخاف، كان يخاف من أخوه. أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان. قصص كثيرة تبين قد إيه الله رحوم. والواحد لما يختار يقع في إيد ربنا أحسن، يقع في إيد ربنا أحسن. لدرجة إن داود النبي لما اختار قال لي لا يا رب، شوف اللي أنت تختاره، أقع في يديك ولا أقع في يد إنسان. ربنا اختار له أقل حاجة، 3 أيام اللي فيهم الوباء. في العهد الجديد نشوف مثلا واحد زي زكا. شوف زكا اللي عاوز يشوف ربنا لما طلع على الشجرة، الناس عملوا فيه إيه؟ مش عملوا فيه هو بس، ده عملوا في المسيح له المجد. يعني المسيح له المجد هو ماشي وشاف زكا. مراحم المسيح كثيرة. الإنسان قلبه بيبقى قاسي قوي. فالمسيح له المجد شاف زكا حب يفرحه. زكا لم يكن يتوقع أن المسيح يكلمه ولا يبص له، ففوجئ بالمسيح بيقول له يا زكا اسرع وأنزل، أنا اليوم سأكون فين؟ أنا عاوز أجيلك أنت، أنا عاوز أقعد معك أنت. زكا لم يتحمل هذه الفرحة وجري علشان يعد ويستقبل. الناس يقولوا عن المسيح له المجد ايه بقى؟ انه رحيم ومراحمه كثيره. قالوا انه دخل ليبيت عند رجل ايه؟ خاطئ. وكأن المسيح له المجد كمان ايه؟ خاطئ زيه. مراحم الله كثيره. اقع في يد الله ولا اقع في يد ايه؟ في يد انسان. عشان كده هو يوم لما ربنا دخل بيت زكا ما اتكلمش كلمه، ما سمعناش ان ربنا قال كلمة زكا، ما سمعناش ان ربنا وعظه، ما سمعناش ولا كلمة قالها له. لكن مجرد ان زكا استشعر بوجود المسيح وقف لوحده كده قال له يا سيد نصف اموالي سأعطيها للمساكين، ومن اغتصبت شيء سأرد ليه 4 اضعاف. بالرغم ان الشريعة كانت بتقول ان انت اللي خدت منه حاجة ردها له ورجع الخمس عليه، لكن ده قال له لا لا، خمس ايه ده، انا هرجعها بالخمس بالفوائد، بفوائد الفوائد 4 مرات. اللي خدت منه جنيه أرجعه له 4. إيه ده؟ لأن مراحم الله كثيرة. أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان. عشان كده وقف المسيح له المجد وقال له، قال لهم اليوم حصل خلاص لهذا البيت. هو أيضا ابن إبراهيم.
مر المسيح للمجد في المجمع ودخلت امرأة منحنية بقالها 18 سنة موطية وما بتبصش غير في الأرض ما تعرفش ترفع عينيها لفوق. ويوم السبت بنتكلم عن مراحم الله. فالمسيح له المجد قال لهم المرأة دي أشفيها ولا ما أشفيهاش في يوم السبت؟ وراح مناديها وراح حطت إيده وراح صلب لها ظهرها كده فردها مرة واحدة. قال لهم هي أيضا بنت إيه؟ بنت إبراهيم. الشيطان ربطها 18 سنة مش عاوزيني أفكها يوم السبت. ده اللي منكم عنده خروف خروف وهو ماشي يوم السبت يسقيه وقع منه في البير هيسيبه للتاني يوم عشان يطلعه ولا هيعمل ايه؟ طب الخروف في عينيك غني ليه قيمة وبنت ابراهيم ملهاش قيمة ان انا افكها؟ في يوحنا 8 لما جابوا للسيد المسيح المرأة الخاطئة كلنا خطاة وكلنا في الموازين الى فوق وجابوها ويا جابوها يا عيني جابوها ايه؟ ده بفضيحة يمشينها في الشارع واللي ما يشتري يتفرج ويعني تهمة ربنا ما يوري حد وما حدش يعرف يرفع وشه في الناس بعد كده وسبيشالي لما يبقوا في قرى مقفولة ولا وفضحوها وجابوها للمسيح وعندهم حق ايه؟ الناموس بيقول انها تترجم عاوزين حق ربنا. فراح المسيح له المجد واقف على الارض كده جالس على الارض وابتدى يكتب لهم فكل واحد خد بعضه ايه ومشي. المسيح اللي ليه حق الدينونة رفع عينيه كده ما لقاش غيرها قال لها مال فين الناس اللي كانوا عاوزين يرجموك؟ من منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. فلما لقى ما فيش حد قال لها أما دانك أحد؟ فيش حد قدر يرميك بالحجر الأولاني؟ قالت له لا. قال لها وأنا لا أدينك اذهبي بسلام خطاياك مغفور. فعلا داود النبي كان عنده حق نقع في ايه؟ في يد الله ولا نقع في يد انسان. الجميل في ربنا ان ربنا بينسى صدقوني ربنا بينسى والانسان لما بيغلط ربنا بينسى. عندنا مثل تاني اختم بيه علشان ما اطولش عليكم. السامر الصالح كان اليهود معادين للسامريين وكان الإنسان اللي يحبوا يهنوه يقولوا له أنت سامري لدرجة أن السيد المسيح له المجد في مرة من المرات أهنوه قالوا له قالوا عليه إيه؟ إنه سامري وبه شيطان على السيد المسيح سامري وبه شيطان. السيد المسيح له المجد كان كل الطوائف المهمشة وكل الطوائف اللي ملهاش حد يسندها ويقف معاها ويرحمها كان هو يرحمها. عشان كده قال المثل بتاع العشرة البرس قال لهم مرة آسف المعجزة بتاع العشرة البرس كان في عشرة عندهم برس والمسيح شفاهم العشرة قال لهم اذهبوا اغتسلوا. هم رايحين واحد منهم رجع بس يشكر المسيح وكان سامري فقال لهم مش احنا شافينا عشرة مال فين التسعة التانيين؟ السامري اللي بتقولوا عليه وحش هو اللي افتكر بعد المعجزة يرجع ويقول ايه انا متشكر. وقال المثل بتاع السامري الصالح عشان يوريهم الكاهن لما شاف الانسان الملقى عبر ومضى واللاوي عمل كده اما سامري صالح سامري صالح اخذوا اركبوا على دباته وصب على جراحاته الخمر والزيت وحطوا في الفندق واعتنى به واعطى صاحب الفندق دينارين وقال له اصرف وعند مهما انفقت عند رجوعي اوفيك. المسيح له المجد رفع من شأن المرأة. المرأة حينما كانت في العهد القديم في ايام المسيح تقع في يد الانسان اما حينما وقعت في يد المسيح المسيح له المجد نازفة الدم اعطاها الشفاء والمرأة الخاطئة اعطاها الغفران ومريم المجدلية شفاها واخرج منها الشياطين. المسيح له المجد اهتم بالأطفال اللي كانوا لا يحسبوا. الطفل ما كانش ليه عدد ما يتحسبش وقال كلماته الجميلة دعوا الأولاد يأتون إلي لا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. قال داود النبي أسقط في يد الله لأن مراحمه إيه؟ كثيرة ولا أسقط
في يد إنسان. هي دي الصلوة اللي احنا ريت نصليها لربنا الأسبوع ده وأيام حياتنا، نقول له يا رب نقع في ايديك انت، لكن بلاش توقعنا في ايدين بشر. انت بترحم لكن الإنسان ما بيرحمش، انت مرحمك كثير. آخر حاجة بقولها ليا وبقولها ليك، يا ترى اللي بيقع في ايدينا، مش مهم احنا بنقع في ايد مين، حتى لو وقعنا في ايد حد وقسي علينا مش مشكلة، لكن احنا اللي بيقع في ايدينا يا ترى بنعمل فيه ايه؟ بيكون مراحمنا كثيرة عليه مثل الله ولا بنكون مثل الإنسان؟ الله قادر انه يجعل هذه الكلمات البسيطة سبب للحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة.